وذلك تحية تقدير واعتزاز لثورتها النبيلة التي تفجرت في 25 يناير في وجه نظام فاسد ظل لسنوات طويلة يعمل على إزاحة مصر عن دورها العروبي والإسلامي، ولكن ها هي مصر تعود إلى ريادتها كما كانت دوما. ومن حسن الطالع أن نحتفل بهذا التجمع المقاوم ونحن في رحاب ذكرى الثورة الأم، ثورة 23 يوليو الذي قادها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. والتي كانت وما زالت والتي كانت وما زالت